لا يعني يعني. وهذه الركامية ترتفع إلى أكثر من ثلاثة آلاف متر تكون قمتها أكبر. عالية ورفيعة أه. وقاعدتها مثل الجبل سياريوة. لذلك ماذا قال في نفس الآية وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ جبال انظر تجبيه عجيب, تجبيه عجيب. فيها من برد أه؟ فيها من برد سبحان الله البرد لا يتشكل إلا في جبال الغيوم يحتاج إلى مسافات طويلة ليصعد وينزل حبة البرد وتدور آلاف المرات حتى تتشكل فلا تتشكل في الغيوم الخفيفة أو العادية إنما في الغيوم الركامية العالية الله الحكيم جل الحكيم القادر, جل الحكيم القادر هذا الكتاب النير سبحان منزل ذكري جل الحكيم القادر، سبحان منزل ذكري جل الحكيم القادر، جل الحكيم القادر أحبة أحبتي الكرام يتجدد معكم اللقاء الجميل حول إعجاز القرآن الكريم. لا شك أننا نوقن بأن قضايا الإعجاز كانت سببا في هداية كثير من الناس علمنا أو لم نعلم ولذلك جئنا في هذا اللقاء نسأل أستاذنا وباحثنا وضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الدائم الكحيل مرحبا بحضراتكم مرحبا بك دكتور بارك الله بكم يا أهلا وسهلا شرفتنا في هذه الحلقة التي نطرح فيها سؤال في البداية دا. نقول نريد منكم ردا على مقوله البعض ان الاعجاز العلمي رغم انه كان سبب هدايه الكثير قالوا انه صنعه من لا صنعه له فهل في ذاكرتكم قصص او مواقف اثرت فيك رايت فيها ان الاعجاز كان سبب في انتقال شخص من طريق الضلال الى طريق الهدايه فاذا كان تتذكر لنا موقف نعم تحفنا به نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم الله تسليما الله. كثيرا الحقيقة هذا كلام متناقض بناء على هذه الفرضية صنعة من لا صنعة له يعني ينبغي أن نجد خمسمائة ألف باحث في الإعجاز اذهب قل لي كم باحث اليوم في الإعجاز يعدون قلائل على. جدا نعم. إذا نعم. هذا كلام يرد غير دقيق نعم. عمليا غير دقيق نعم. نعم. لان الاعجاز العلمي هو وسيله الهدايه منذ كل الانبياء سيدنا عيسى عليه السلام عليه الصلاه والسلام جاء بمعجزات يحيي الموتى وآمن الكثيرون سيدنا موسى جاء بمعجزه العصا معجزه العصا التي تنقلب ثعبانا نعم نعم فسبحان الله يعني السحره الذين هم اشد كفرا ونفاقا عندما راوا هذه المعجزه فالقي السحره ساجدين قالوا امنا برب موسى وهارون، تحدوا فرعون، انظر الى اثر المعجزه في نفس الانقلاب في نعم. يوم واحد من الكفر الى الايمان في ساعه واحده. عندما قال سيدنا ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق الى النمرود خاطبه، فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. اذا الاعجاز اسلوب قصير جدا ومباشر ومركز وصادم اسلوب صادم في الدعوه الى الله او في الهدايه، ساعطيك مثال بسيط فقط يعني تفضل دكتور احد الملحدين ارسل لي ذات مره قال انتم تقولون سوره الكهف ناموا 309 سنوات وهذا كلام فارغ كما يقول وانه لا يمكن لانسان ان ينام هذه المده ثم يستيقظ فهذه خرافات تدعونها في القران طيب. وسبحان الله استفزني هذا الملحد وقلت لابد ان اجد معجزه شيء مادي ملموس يتعلق بهذا الرقم تحديدا 309. جميل. وبدأت ابحث في هذه السوره ولكن من اين ابدأ ومن اين انتهي؟ لاحظت ظاهره في هذه السورة الكريمه. ايوه. ان القصه تبدأ بلبثوا وتنتهي بلبثوا، كيف؟ ده صحيح. صحيح. قال تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمد. أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق آخر القصة قل الله أعلم بما لبثوا انتهت القصة إذا أنا عندي لبثة لبثوا ولبثوا أمسكت بداية القصة ونهايتها طيب قلت سأعد الكلمات من لبثوا إلى لبثوا هم كم لبثوا ثلاثمائة وتسعة سبحان الله كان عدد الكلمات من لبثوا إلى لبثوا ثلاثمائة وتسعة كلمات نفس عدد السنوات التي لبثها أصحاب الكهف هذه تكفي على الحلقات الثلاثين حلق. هذه المعلومة أنا في نظري ثلاثمائة وتسعة كلمة بين لبثوا ولبثوا محددة لم نأخذ أي كلمة عشوائيا أخذنا الكلمة التي تشير إلى هذا العدد لبثوا ولبثوا جميل الاعجب من ذلك عندما قمت بترقيم الكلمات من لبثوا الى لبثوا يعني من واحد الى 309 وتسعة ما هي الكلمه رقم 300 في ترتيب هذه الكلمات؟ ما هي؟ هي كلمه 300 في قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 الله اكبر جاء رقمها 300 انظر ولبثوا في كهفهم 300 اكتمل عدد 300 سنين وازدادوا تسعه قل الله اعلم بما لبثوا اكتمل العدد 309. تسعه تسع كلمات بعد الثلاثه بعد ال واكتمل العدد، لذلك قال وازدادوا تسعه في اعجاز عددي. واذا باحد الملحدين يرسل لي رساله يقول لي انا اخاطبك وعيني تدمع ان هذه المعجزه أنقذتني من الإلحاد لأنني دخلت إلى موقعك أريد أن أنتقد إعجاز القرآن وكنا نهزأ به نحن مجموعة من الشباب وإذا بي يثبت أمامي يقينا أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون إلا من عند الله ويعني سبحان الله, فيك. سبحان الله يعني بداياته وهذا هذا مثال من آلاف الأمثلة يعني من آلاف كثير الأمثلة. من ال... طيب دكتور بعد هذا الكلام الطيب حول جزئية وموقف في حياتك نعم. كان سبب هداية لأحد الأشخاص وأكيد إن شاء الله العلم والإخلاص الذي يسعى إليه الباحثون أمثاله نعم. يكون سبب هداية كثير إن من شاء الناس الله. نود أن نطرح الآن أيضا يعني نعم. سبحان الله بعض القضايا التي تحدثتني نعم. عنها قبل نعم. أن نبدأ الحلقة الحقيقة هناك يعني دقة هائلة في القرآن لم أكن أتخيلها يعني أنا مع أنني أبحث أكثر من عشرين عاما جميل تأتيني أشياء لا أتخيل هذه الدقة المتناهية في عرض المعلومة القرآنية نعم مثلا هناك آية في القرآن تقول فتر الودق يخرج من خلاله الودق كل الناس يقولون إن المطر يخرج من الغيمة فأين الجديد يعني أين الجديد في هذا الكلام؟ وكتب أحد الملحدين أيضا يقول يعني المطر سيخرج من خارج الغيمة من خلالها يخرج يستهزئ نعم نعم وسبحان الله هذا البحث يعني أخذ معي سنوات من العمل والجهد الله أكبر قلت سأذهب إلى المعنى الدقيق لكلمة من خلاله أيوه الودق هو المطر الغزير نعم نعم. أو الخفيف ولكن هو المطر المنهمر نعم. نعم. والودق. طيب كيف يخرج المطر من خلاله؟ ذهبت إلى التفاسير فوجدت أنهم يقولون من خلاله أي من وسطه الوسط المنتصف. طبعا. قال تعالى فجاسوا خلال الديار أي وسط الديار. صحيح. طيب هل يمكن للمطر أن ينزل؟ من مركز الغيمه يعني هذا انا لم اره من قبل مع انني باحث في هذا المجال منذ سنوات صحيح فذهبت الى الانترنت آه. وكتبت نزول القمر بالتصوير نزول المطر بالتصوير البطيء وخرج لي انظر هذا المقطع هتفاجئني يا دكتور نعم. كما أن كما تفاجئني المطر كل دقيقة. بالتصوير لا تراه بعينك بالتصوير آه. البطيء فقط يرى تقوم بتصوير لمدة ساعة أو ساعتين ثم تضغط الفيلم آه. لتعرضه خلال مثلا دقيقة كما سار سوف تجد الودق ينزل انظر إلى هذه الغيمة سبحان الله لا. الآن هذا تصوير بطيء جدا لا. سوف تجد أن المطر الذي ينزل سوف ينزل من مركز الغيمة من منتصفها الآن بعد قليل انظر إلى طبعا هنا تتشكل ألم ترى أن الله يزجي سحاباً الله أكبر ثم يؤلف بينه وهذه عملية التآلف بين ذرات الغيوم نعم ثم يجعله ركاماً متراكماً بعضه فوق بعض، انظر كما نعم. فترى نعم. الودق يخرج من خلال خي... انظر من المنتصف مثل شلال انظر الأطراف فارغة هذه أمطار بالتصوير السريع على فكرة أو البطيئة سبحان البطل. الله الأمطار تنزل تنزل بي... فقط في منتصف الغيمة من المنتصف فتر الودق يخرج من خلاله اي من وسطه سبحان الله سبحان الله من وسط الغيمه لفظه دقيقه علميه ولا يمكن ان تشاهدها بعينك الا بالكاميرات والتصوير وتبطيء الصوره لا. ومن بعد يعني انت اذا وقفت لا ترى شيء، اما ان ترى مطر او لا ترى شيء بالعين المجرده الله يبارك لك يا دكتور طيب نستعرض الايه القرانيه م. الله تعالى يقول الم ترى ان الله يزجي سحابا حركه السحاب هي حركه موجيه ايوه هذا معنى يزجي يزجي نعم تكررت مرتين في القران مع الغيوم ومع السفن الفلك الله الذي يزجي لكم الفلك في البحر امواج سبحان البحر الله. نعم كلمه نعم. لم تذكر الا مرتين مع الغيوم ومع البحر, ومع البحر. وتبين ان موج البحر يشبه أمواج السحاب عندما تتشكل بارك الله فيك ثم ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه يقولون هناك تيارات كهربائية عنيفة جدا وشحنات كهربائية سالبة وموجبة إذا اختل هذا النظام التآلف لن تتشكل الغيمة الله أكبر لذلك نعم. ومضات البرق آه. التي تحدث هي تفريغ لهذه الشحنات بعد أن تتشكل الغيمة تحبس ترتين. في داخلها كميات هائلة من الكهرباء فبعد ذلك ماذا يحدث ثم يجعله ركاما يقولون إن هذا الودق وهذا البرق لا يتشكل إلا في الغيوم الركامية الرغوم الغيوم الخفيفة سبحان الله. لا يعني وهذه الركامية ترتفع إلى أكثر من ثلاثة آلاف متر تكون قمتها أكبر. عالية ورفيعة أه. وقاعدتها مثل الجبل، لذلك أيوة. ماذا قال؟ في نفس الآية: "وينزل من السماء من جبالٍ، جبال انظر" تشبيه عجيب، تجبيه عجيب فيها من برد فيها من برد سبحان الله! البرد لا يتشكل إلا في جبال الغيوم، يحتاج إلى مسافات طويلة ليصعد وينزل حبة البرد وتدور آلاف المرات حتى تتشكل فلا تتشكل في الغيوم الخفيفة أو العادية إنما في الغيوم الركامية العالية الله أكبر ماذا قال بعد ذلك فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه البرق لا يتشكل إلا في الغيوم الركامية أيضا نعم نعم نعم, نعم. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لآية لعبره لاولي الابصار, الأبصار. دعني ارى معك على السريع تفضل دكتور ايضا تفضل مزيد من الصور نعم. لكي نستيقن بما نقول يعني هو ليس مقطع الاف المقاطع موجوده على الـ نعم. الانترنت تستطيع ان ترى صور حتى هناك اناس صوروا يعني ظاهره نزول المطر او الودق من مركز الغيمه او من وسطها من خلال ماذا من خلال الطائره سبحان الله وتبين ان هذه الصور تبين لك الغيمة يخرج من وسطها مطر سبحان الله. الله أكبر أن الغيمة ينزل انظر هنا كيف هذه في الولايات المتحدة الأمريكية انظر كيف تنزل مثل دفعة هائلة جدا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة هذا بالتصوير السريع لا تراه بالعين الله. ينزل من المركز وكأنه دفعة منهمرة تنزل سجاج فتحنا أبواب السماء بماء, بماء منهمر منهمر ألفاظ دقيقة إذا هذا هذا المشهد الذي نراه الآن بالكاميرات المتطورة هل رآه محمد صلى الله عليه وسلم ليصف لنا أن الودق سلسل. هو المطر الغزير ويصف لنا أنه لا يخرج إلا من خلاله يعني من الوسط انظر الأطراف فارغة فارغة, انظر. نعم، فارغة نعم، الأطراف نعم، نعم. فقط في الوسط هناك هذه الدفعات التي تنزل الله أكبر. بشكل يعني لا يمكن إلا أن نشهد أن هذا القرآن كما قال تعالى أنزله بعلمه نعم. فالذي فلشك... خلق السحاب وشكله وساقه وأنزل من خلال هذا الودق هو الذي وصف لنا هذه الظاهره في القران. فهل هذه يقال عنها صنعة من لا صنعة له؟ ام هذا اعجاز ينبغي ان يحترم على الاقل؟ وان ينقل الى الناس وينقل لكي يعرفوا وسيله لهدايه, لهداية الناس, الناس ان شاء الله. جزاكم الله خير دكتور وانتم اعزائي المشاهدين تشعرون مؤكدا بما اشعر انا به امام هذه الايات القرانيه العجيبه والفريده فالذي انزل القران هو الذي خلق الكون جل في علاه. انزله بعلمه. كلنا نظر الى السحاب من فوق وكلنا او معظمنا ركب الطائره وراى السحب لكن يا ترى هل ما كان يعتقده الكثيرون عن السحب انها شيء خفيف جدا فاثناء الاستراحه قال لي الدكتور معلومه عجيبه عن السحاب كانت مفاجاه لي انا شخصيا ان الى هذا العلم في هذه الجزئيه من الدكتور عبد الدائم تفضل الحقيقه يعني في في الموضوع السحب كان الناس يظنون انه لا وزن لها نعم وحتى الآن نحن في القرن الحادي والعشرين نظن أنها خفيفة حتى نعم. أحد العلماء الذين درسوا هذه الظاهرة في بريطانيا وكتب بحثا عن ذلك قال هناك فيلة تطير في السماء الله ما معنى أهل. هذا الكلام؟ يتكلم عن السحب نعم قال أقل وزن أقل وزن لغيمة صغيرة جدا 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 أيوة. يمكن أن يصل إلى 500 ألف كيلوغرام الخفيفة بينها الركامية تصل إلى عدة ملايين من الأطنان وزن الغيمة الواحدة عدة ملايين من الأطنان من أين هذا الوزن دكتور؟ ماء محملة بالماء الله أكبر الله أكبر سبحان الله لذلك قال تجد على موقع بي بي سي ليدخل أي إنسان يجد كلمة هيفي clouds السحاب الثقال مستخدمة لديهم اللي ورد في القرآن يا دكتور ذاتها قال تبارك وتعالى الله أكبر وينشئ السحاب الثقال وينشئ السحاب الثقال هذا الكلام قيل في القرن السابع الميلادي كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلى الله هذا السحاب عليه وسلم. ثقيل جدا لذلك تابع البحث هذا الباحث وقال كيف لهذه الأوزان يعني الغيمة الصغيرة يمكن أن تكافئ وزن عشرة أو عشرين فيل لا كل إله فيل يزن خمسة الله. طن مثلا لا يعني الله. هذه الأطنان من الماء كيف تسير فوق رؤوسنا دون أن تسقط لا إله إلا الله فتبين أن هناك قوانين دقيقة جدا 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 تحكم حركة السحاب قوانين الكثافه المعروفه. جميل. قوانين ضغط الهواء، قوانين ان بخار الماء اخف من الهواء فيصعد وهناك شيء اهم بكثير ان بنيه الغلاف الجوي تساعد على بقاء هذه السحب معلقه في الهواء لا م. تسقط. الله هو اكبر. عشي. فقال تخيلوا لو ان هذه السحب التي تزن مليارات المليارات من الاطنان سقطت فوق رؤوسنا فجاه، ما الذي سيحدث؟ سيحدث انهيار للارض، صحيح. لذلك الله تعالى قال: "ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه" كانها اشارة الى هذه الى نعمة لم نشعر بها الا الان نحن. يعني الله انطق هذا الباحث وقال لماذا لا تسقط لا يسقط هذا الغلاف الجوي فوق رؤوسنا، طبعا الغلاف الجوي هو الطبقة الأولى من طبقات السماء نعم نعم والله قبل 1400 سنة يقول: "ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم" كيف هؤلاء الناس يكذبون؟ سبحان الله العظمة يا دكتور سبحان الله سبحان كيف الله. لهؤلاء الناس أن يدعون كذبا وزورا أن القرآن من تأليف بشر وأن يعني يعني استهل. أنا أقف متعجبا يعني اعطي لحضرتك ان كنت تريد ان تكمل الحقيقه عالم الغيوم عالم عجيب جدا 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 وفيه الكثير من المعجزات الحقيقه جميل. يعني خذ على سبيل المثال نحن نعلم ان البرق يتشكل في الغيوم نعم ولكن هذا البرق له اليه معقده جدا 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 لا يتشكل الا في السحاب الثقيل يا الله الغيوم الخفيفة هل ترى فيها برق؟ لا يمكن أن يحدث يحتاج إلى طاقة كهربائية هائلة مخزنة داخل غيمة لا يقل ارتفاعها عن ثلاثة كيلو متر سبحان الله وقاعدتها مثلاً سبعة أو ثمانية كيلو متر لكي تنضغط هذه الشحنات سبحان الله ده طرق وشوارع وعالم آخر سبحان الله فوقنا لا نشعر به قال تعالى هو الذي يريكم البرق انظر الربط العلمي أيوة خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال انظر برق وثقال آية واحدة آية واحدة طب هل هذا ربط بشري أم إلهي, إلهي؟ لا إله إلا الله يعني نحن نتحدث الآن في القرن الحادي والعشرين أنا أحدثك بالقرآن وكأنه الآن يتنزل نعم يعني هذه كلمات بسيطة خفيفة مفهومة كل الناس يفهمونها الله أكبر الله أكبر. سبحان أكبر. الله يعني هذه هذه تجعلنا دكتور عم. أتوجه بالشكر إليك إلى هذه المعركة القيمة. القيمة وأتوجه برسالة إلى كل من يسمع أسمعت ورأيت بنفسك أعقلت بعقلك وفقهت بقلبك كم بين يديك من عظمة ومن إعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى ليصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقضي عجائبه ويكفينا أن نختم الحلقة بهذه الكلمة من فم النبي الذي أنزل عليه القرآن وكما قال الله أنزله بعلمه صدق الله العظيم الوحي هل بما بالخير جاء منورا والغار غرد ذكره جبريل يقرأ <applause> كرا أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا